وفقا لوزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، فإن غواصتين روسيتين أطلقتا 7 صواريخ كروز على مرافق هامة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية المتطرف في ضاحية دير الزور وأصابتها جميعا. تم التأكد من نتائج مهمة الضربة عبر جهاز المراقبة الذي يستخدم المركبات المأهولة والأقمار الصناعية، وقد أكملت صواريخ كالبير مهمتها. قالت الوزارة إن الصواريخ أطلقت من غواصتين فيليكي نوفغرودو وكولبينو في شرق البحر المتوسط على بعد 500 كيلومتر على الأقل عن دير زور، وقد أصابت مراكز قيادة والاتصالات ومخازن الأسلحة في مناطق سيطرة تنظيم المتطرف. هذا وتقدمت قوات الحكومة السورية المدعومة من قبل القوات الجوية والبحرية الروسية إلى مختلف أجزاء من البلاد، وتمكنت من تحرير معظم المناطق من أيدي التنظيم المتطرف والجماعات الإرهابية الأخرى.